السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين انطلق إلى طلعة بحرية إن شاء الله، يعني طلعة شاليه. أتمنى إن شاء الله يعني الله يسهل أمرنا ويسر دربنا ويوفقنا في هذه الطلعة، وتوفق إن شاء الله يعني طلعة كاتب النصيحة طيب، تصوير طيب، وإن شاء الله أنكم تستمتعون معنا في هذه الطلعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد وصلنا الشاليه والمايه حلوه شو جتني وماني قادر اصبر. على طول طلعت اغراضي الحين ببلش اقط. والله كريم ان شاء الله.
هذه اسمتها اللي طلعناها اليوم، هذه أول اسمتها شهرية حليوة. 4000 الثاك. مهما العوض القطيعة ما في سمك جاي طلعها. ما شاء الله حجم طيب. حجم طيب ما شاء الله. اي لا باس فيه. بسم الله. سبحان الله يعني شوي بيطلع. لكن مكشوم ما يروح. هذه اكبر اسمك ما في انا من العصر وانا حقك. يلا حمني شيلها حطها بالفريزر. شيلها حطها داخل. بطلوا. سلام ورحمة الله. شيخة يا فارس. هلا والله. نفس المساحة هذا الأحجام الكبيرة ما شاء الله على الأقل واحد سلة شباب وينهم ما شافوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون قاعدة القاعدة الحلوة هذه سلانير قدامنا، لكن الحقيقة ان الصيد شحيح. يعني هذا شيء ملاحظ العام وهالسنة، تغير الطقس أثر تأثير كبير على حداقة الأسياف. يعني يصير في صيد مني لكن مو النسبة اللي يعني نعرفها قبل، وتغير درجة الحرارة وكذا لا عامل، بل لكن الصيد أغلب شيء غزر. يعني نلاحظ السمك أغلبها غزر، والحداقة داخل بالطراريد يصيدون، حتى يصيدون سمك مو بوقتها. يعني مثلا السنة هذه يعني ما شاء الله الشيم بالبرد العادة يعني يصيدونه بوقت ثاني، لكن في تغير كبير في الطقس يعني مؤثر يعني تأثير على يعني الحياة يعني شوي البحرية. ولكن نترجى اليوم أنا حدقت ما بين شيء الربيان يطير. يعني لما كنا نجي نحدق مثلا بالبرد للشحم الربيانة تقعد لأن السمك صغار تقريبا شبه يعني مختفي، فتقعد اليمة تطول وتوفق بصيد شحم. لكن ما دام فيه يعني نويتف وسمك صغار ما يقعد الربيان، وهذا يأثر انه يعني هذا الجو مو ذاك البارد اللي يعني يجذب الشحم بالذات. لكن يكفي هالقعدة الحلوة ويعني الأجواء الحمد لله يعني ما في هواء بارد حيل، وقعدة حلوة وبرودة زينة. وإن شاء الله نشوف اليومين الجايين بحداق النهار شو يبين إن شاء الله شيء.
ان شاء الله. هذه فيها شعرية ودبقة ماكل نصها. أنا حطها يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي تحسن الحجم. شهرية طيبة هذه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون قاعد احدق حداق النهار على الرشة، ولكن ماكو شيء. الربيان على حطته، يعني الصيد كان البارح بالليل، توفقنا بشعاري، نترجى اليوم بين معانا شيء بالنهار ان شاء الله. الاجواء جدا حلوة وما في برد ولا شيء، يعني ما في برد. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون هذه شهرية، كنت قاطس النارات ورحت أصلي، يوم رجعت لقيتها. مثل ما تشوفون رأسها ماكول. هذه أقلب السمك إذا طلع رأسه ماكول هذا يكون خفاك. هذا الخفاك أول ما يأكل من الرأس يأكل المخ، ظاهر يحب المخ، وبعدين ياكل اللي ياكل. لكن لو قبقب، القبقب يقطعها، يقطعها يعني من هني من هني، وياكل من اللحم. لكن الراس هذا الخفاك حسب تجربتنا، والله اعلم. الحقيقة يعني انا جيت يعني بالايام البرد خليت ان شاء الله، لاني يعني اصيد فيه شحوم، اتوفق ساعد بشحوم. لكن الجو التغير هذا بين فعلا. يعني اذكر لما كنا احنا يعني نلبس جاكيتات يعني من شده البرد برا،
وحتى داخل الشاليه نحط دفايات من البرد. هالحين مثل ما تشوفون كأنه في الصيف، وداخل الشاليه بدون جاكيتات وما نشعر لا في برد ولا شيء. فطبعا شيء طبيعي ان المربعانيه تغيرت من العام، صار في تغير بالشيء هذا انه ما في ذاك البرد، وطبعا بالذات الشحم الازرق وهذا هو يبين شده البرد. فحتى الان ما بين شيء، ان شاء الله نترجع، لكن بالليل مثل ما شفتوا طلع نجم شعريه. واذا ما في شيء بالنهار نقعد على الليل والله كريم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ابو عبد الرحمن يجرب نباح والاجواء ما شاء الله ما بين شيء، حقيقه نهار ما بين شيء. هذه طلعنا سنارة العودة، إن شاء الله بنحدق فيها إن شاء الله لشعاري، إن شاء الله نتوافق بشعاري أحجام طيبة إن شاء الله. حلوات حق يشوي باكر.
ان شاء الله تبارك الله على حجم طيب. متى تموت؟ تبي شوية تنطر شوية بعدين تموت. شوف ماتت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شفته قلت تحت وعندك طاوة وزين ما لحقوا خذوها. ما شاء الله حجم طيب. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زيد يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشنا حداق الليل واليوم الحفيد الله يحفظه ابو حمني صاد له اليوم جو عوده وهذا خفاق طلع الله يحفظه ما شاء الله. هذا طلع برا شوي بس عاد لا يدمرنا. شوف 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 قطله مجوه وقام ياكلها وجروه الى ان طلعوا. ما شاء الله الله ان شاء الله يجينا ان شاء الله اليوم صيد طيب باذن الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هالسميكات اللي تشوفونها هذا عشان اليوم ان شاء الله نبني شويهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهزنا الفحم ان شاء الله حق الشوي باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشنا الشوي.
ولا شيء. الابيض هذا شوف يبرد حار شوي. يدي عادي تحط لبس لا أنا الرحيم. وانتهى حداقنا اليوم، هذه آخر ليلة في الشاليه. كانت يعني طلعة حلوة، استانسنا وصدنا وغيرنا جو، وإن شاء الله إلى رحلة ثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد، خلصنا من الشاليه، شلنا اغراضنا، والحين ان شاء الله متوجهين للمكتب، يعني نخلص المعامله وناخذ التامين، وبعدها متوجهين للبيت ان شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر، كانت طلعه حلوه واستانسنا فيها، ان شاء الله نعيدها ونعيدها باذن الله. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا، سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا لا ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي واغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. بسم الله.
خبز تمر دقه يعني جينا ان الواحد يحج الشاليه عشان ياكل خبز. أنا التأمين الحين كل الأمور طيبة. اللهم سهل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جولة بين هالأحراش، هذه يعني أحراش يعني مو شجر، هذه أراضي أغلبها أصبخة يعني تطلع فيها الأحراش هذه، بس منظرها حلو يعني غريب الواحد يمشى فيها مثل ما تقول طلق رجولنا شوي، سياقة ساعات متعبة. أكثر ما يطلع في الأماكن اللي هي الملحية يعني اللي صبغ فيها ملح، هو اللي يتحمل الملح. والله في جحورة يعني تسكن ظاهر الفيران ومالفيران.